مدس أبابا لكلاسيكيات الأطفال تقدم رابنزل. ذات يوم وفي أرض بعيدة كانت تعيش ساحرة حزينة للغاية. كان السبب في حزنها أنها لم تحظى أبدا بالأطفال. مع ذلك لو كان لديها طفلة لكانت قد استطاعت أن تنقل لها أعمق أسرارها وقدراتها. وهكذا حزمت أمرها، سوف تقوم بأخذ أول طفلة يتم ولادتها وتربيها كابنتها بعيداً عن كل شيء. سوف يسيطر سحر الشر على العالم كله للأبد. في مكان لا يبعد كثيراً عن منزل الساحرة كان يعيش رجل وزوجته ويقتاتون من الزراعة. وفي أحد الأيام فوجئ الرجل لدى سماعه الأخبار المدهشة، فقد قامت الزوجة بإبلاغه بتلك الأخبار السعيدة. سوف نرزق بمولود. ولكن للأسف فرحتهم لم تدم كثيراً، فقد مرضت الزوجة بشدة، ومع مرور الأيام بدأت تفقد وزنها، وكانت في وضع قد تفقد فيه جنينها إن لم تتحسن قريباً. قام زوجها بتجربة كل الأدوية والأعشاب العلاجية المتاحة، ولكن ذلك لم يشفيها. وقام آخر الأطباء الذين قد زارهم بإخباره أن هناك طريقة واحدة يمكن لزوجته أن تتحسن بها. هناك ساحرة شريرة القلب هي الوحيدة التي تمتلك العشب الشافي، إنها وسيلتك الوحيدة. استجمع الرجل شجاعته وذهب إلى قلعة الساحرة وطرق على الباب. هناك من يطرق بابي بلا خوف. لابد أن لديك أمر مهم. إن زوجتي مريضة للغاية وحالتها تزداد سوءا. لقد سمعت أن لديك أفضل علاج لمثل تلك الحالة. حقا؟ ولماذا يجب علي مساعدتك؟ أتوسل إليك، أرجوك لا تخذليني. إن زوجتي حامل، وإذا لم أعالجها فسوف أخسر كلاهما. بعد معرفة موقفه غيرت الساحرة رأيها وقررت أن تساعده. إن كان الأمر كذلك فسأساعدك. وقامت الساحرة بإعطائه العشب الشافي. لتقم بإعطاء زوجتك قطعة من أوراق العشب يومياً وسوف ترى أنها تشفى. أصبح الشاب في غاية السعادة الآن وركض عائداً لمنزله. قامت الزوجة بتناول قطعة من أوراق العشب كل يوم، فبدأت تتحسن وزاد وزنها التي كانت قد فقدته. ولكن العشب الذي منحته الساحرة كان قد نفد بعد عدة أيام، وعاد المرض يزداد على الزوجة مجدداً. وهذه المرة ازداد الأمر سوءاً في وقت أقل. بلا خيار قام الزوج بالطرق على باب الساحرة مرة أخرى، وكانت الساحرة تعلم أنه سيعود، وتناولت حقيبة من الحبوب. تلك هي الحبوب التي ساعدت في شفاء زوجتك. يجب عليك أن تأخذ تلك الحبوب وتزرعها في حديقتك، وبذلك ستنقذ زوجتك وطفلك. ولكن لدي شرط واحد، إذا رزقت ببنت فسوف تعطيني إياها. لا يمكنني أن أقبل عرضا كهذا. افعل ما يناسبك. وقامت الساحرة بإغلاق الباب في وجهه. عاد الرجل إلى منزله حزينا ولم يستطع إخبار زوجته بأي شيء. ومع مرور الأيام ازداد حال الزوجة سوءا، وأصبح الجنين الآن في خطر، وكان الزوج يجد صعوبة في النوم. إذا لم يقبل عرض الساحرة فسوف يخسر زوجته والجنين كلاهما، ولكن إن قام بقبول العرض ورزق بولد فسوف ينجو بزوجته وطفله. وهكذا قام الزوج باتخاذ قراره وذهب إلى قلعة الساحرة، وقام بقبول عرضها وعاد لمنزله بحقيبة الحبوب. قام الزوج بزراعة الحبوب التي أعطته إياها الساحرة، ونمت الحبوب في وقت قصير للغاية. فقام الزوج بمساعدة زوجته في تناول أوراق العشب التي زرعها، ومع مرور الأيام تحسنت زوجته وشفيت تماماً ووضعت طفلها بصحة جيدة. ولكن الزوج وجد ما كان يخافه. إنها بنت جميلة. في نفس الوقت كان هناك احتفالاً كبيراً آخر في قصر الملك. لقد أنجبت الملكة ولداً، وكان الملك سعيداً للغاية،
لأنه الآن لديه أميراً وولياً للعهد يمكنه أن يقود البلاد من بعده. كانوا الناس يحبون ملكهم طيب القلب وكذلك الملكة بشدة. لم يكن أحد يعلم أن يوماً ما في المستقبل سوف تتقاطع حيوات أولئك الطفلين. لم تدم فرحة الزوج وزوجته كثيراً، ففي نفس الوقت أتت الساحرة وسألت عن المولود. فقام الرجل وزوجته بإعطاء طفلتهما الساحرة دامعين وودعاها. طفلتي إنها لي الآن، ولكن لا تقلقي فسوف أرعاها جيداً وسوف أسميها رابونزل. أخذت الساحرة الطفلة إلى البرج، وكان ذلك البرج مختبئاً في أعماق الغابة. صعدت الساحرة الدرج إلى قمة البرج، ووصلت إلى غرفة الطابق الأخير، ووضعت الطفلة في مهدها. رابونزل، طفلتي الجميلة. استمرت رابونزل تعيش حياتها داخل البرج، وهي تظن أن الساحرة هي أمها. في أوقات النهار كانت تهبط من البرج لتلعب في الساحة الأمامية، وفي الليل كانت تعود إلى غرفتها الصغيرة في قمة البرج. أما الساحرة فلم تقم بقص شعر رابونزل الذهبي أبداً، بل كانت تمشطه يومياً، وكانت الفتاة تحب ذلك كثيراً. مرت سنين وكبرت رابونزل وأصبحت مراهقة. وفي أحد الأيام اقتربت الساحرة من البرج ونادت على رابونزل. رابونزل ابنتي، أنزلي شعرك الذهبي. أنزلت رابونزل شعرها الذهبي، وكان طويلاً بحيث يلامس الأرض. رائع. صعدت الساحرة الدرج إلى أعلى البرج، ووقفت أعلى الدرج وبدأت تهمس بالكلمات السحرية. وفجأة بدأ الدرج ينهار. لا يوجد تعويذة في العالم يمكنها أبداً أبداً أن تعيد درجات السلم مرة أخرى. كانت رابونزل تشاهد كل ما يحدث في دهشة، وعلمت أنها لن تستطيع مغادرة البرج مرة أخرى. كانت الساحرة تستخدم شعر رابونزل لتهبط من البرج يومياً، وفي المساء كانت تأتي إلى أسفل البرج وتنادي عليها. رابونزل، رابونزل، أنزلي شعرك الذهبي، أنا أمك. بعد أن تسمع رابونزل صوت أمها تقوم بإنزال شعرها الذهبي، وهكذا تتمسك به الساحرة وتتسلق صاعدة. أمي، لماذا لا تتركيني أغادر البرج؟ لماذا تبقينني هنا؟ أوه ابنتي العزيزة، أنا أحبك جداً وأحاول فقط أن أحميك من شرور العالم. أمضت رابونزل كل أيامها تغني وتتحدث للطيور التي تزورها. هناك في قصر الملك كان الأمير الذي ولد في نفس يوم ولادة رابونزل قد كبر وأصبح شاباً، وأصبح الملك العجوز المريض يتمنى أن يحمل ابنه الأمير عرش والده ويتزوج أميرة وينجب حفيداً له. وبالرغم من أن كثيراً من الأميرات قد ترددن على القصر، إلا أن الأمير لم يرى أي منهن تصلح زوجته المحبوبة. في النهاية ذهب الأمير في رحلة طويلة آملاً أن يجد حبه الحقيقي. وعندما وصل إلى أحد أركان الغابة حيث البرج المختبئ سأل الرجال: أنا لم آتي إلى هذه الغابة من قبل، لنتوغل عبرها ربما نجد اختصارا. أيها الأمير، هذه الغابة مسحورة، يقال أن كل من يدخلها لا يخرج منها أبدا. لقد قلتها بنفسك، قد تكون تلك مجرد إشاعة، لنذهب ونرى بأنفسنا. دخل الأمير مع رجاله إلى الغابة. كان الأمير واثقاً من نفسه، بينما لم يكونوا رجاله على نفس القدر من الثقة. بعد وهلة ظهر البرج الذي تعيش به رابونزل.
سمعوا صوت رابونزل وهي تغني: لا 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 لا. يا له من صوت جميل! بعد أن اقترب من البرج لاحظ الأمير رابونزل وهي تغني، ولوهلة أخذ ينظر لها في إعجاب. وفي ذات اللحظة ظهرت الساحرة ونادت على رابونزل: رابونزل! رابونزل! أنزلي شعرك الذهبي! بعد أن سمعت رابونزل صوت أمها قامت بإنزال شعرها الذهبي الجميل، وهكذا تمسكت به الساحرة وتسلقت صاعدة. إذن فاسمها هو رابونزل. قرر الأمير أن يبقى بالقرب من البرج لبعض الوقت وأخذ يشاهد رابونزل، وكانت الساحرة تستخدم شعر رابونزل لتهبط من البرج كل صباح، وفي المساء تتسلق صاعدة مرة أخرى. رابونزل! رابونزل! أنزلي شعرك الذهبي! في النهاية استجمع الأمير شجاعته، وفي أحد الأيام حين لم تكن الساحرة موجودة اقترب من البرج وأخذ ينادي: رابونزل! رابونزل! كانت تلك هي المرة الأولى التي تسمع فيها رابونزل صوتا غير صوت أمها. في البداية ترددت قليلا، ولكن بعد برهة شعرت بالفضول الشديد لمعرفة من يكون المنادي، وهكذا نظرت من النافذة إلى أسفل، فرأت شاباً ينظر لها من أسفل النافذة. من أنت؟ وكيف تعرف اسمي؟ أنا أمير تلك المملكة، ولقد سمعت صوتك المذهل وأردت مقابلتك. إنه من غير المسموح لي أن أتكلم مع الغرباء، من فضلك ارحل. أنا لا أنوي إيذائك، من فضلك اهبطي حتى يمكننا أن نتكلم. لا يمكنني ذلك، فلا يوجد سلم. في تلك اللحظة رأت رابونزل أمها قادمة. أسرع بالرحيل من هنا، فلا يجب أن ترك أمي. اختبأ الأمير بسرعة وراء الأشجار، وما إن وصلت الساحرة إلى البرج حتى نادت على رابونزل التي أنزلت شعرها الذهبي، فتسلقته الساحرة للصعود. وبدأ الأمير يأتي للزيارة يومياً، وقد أصبح ورابونزل أصدقاء، وقد اطمأنت رابونزل الآن أنه لا ينوي إيذائها، لذا فقد أنزلت شعرها الذهبي. وهكذا تمسك الأمير بشعرها الأشقر الجميل وتسلق صاعداً. كانت رابونزل متحمسة للغاية، أخيراً هناك شخص لم تراه من قبل يقف أمامها. لماذا تقوم والدتك بسجنك في هذا البرج؟ لقد قالت لي أمي إن العالم مليئاً بالشرور وهي تحاول أن تحميني. ولكن هذا أمر سخيف، لماذا قد تقوم أم بحبس ابنتها في مكان كهذا؟ نعم هناك شرور بالخارج، ولكن هناك أيضا أشياء جميلة في كل مكان. كانت رابونزل تشعر بالفضول لمعرفة مدى صدق كلام الأمير، وكان كل ما تريده هو رؤية ومعرفة العالم بالخارج. في النهاية اتخذ قرارهما وأراد الرحيل معا. في تلك الليلة عندما عادت الساحرة إلى البرج رأت أن رابونزل قد أنزلت شعرها الذهبي للأسفل. لقد رأتني رابونزل آتية، لقد أنزلت شعرها. بعد أن تسلقت الساحرة البرج ماذا رأت؟ لقد كان شعر رابونزل مقطوعا ومربوطا إلى قطعة من المعدن، ولكن رابونزل لم تكن موجودة. في تلك اللحظة أيقنت بأن رابونزل قد هربت. لقد قطعت رابونزل شعرها وربطته بقطعة من المعدن، وباستخدام شعرها قامت هي والأمير بالهبوط من البرج. رابونزل! رابونزل! كيف تجرؤين على خداعي؟ في تلك الأثناء قام رابونزل والأمير بترك الغابة المسحورة وراءهما، وقد كانت قصة الغابة المسحورة من صنع الساحرة لأنها لم تريد أن يصل أي شخص إلى رابونزل. وصلت رابونزل مع الأمير أخيراً إلى القصر، فقام الأمير باصطحابها معه واقترب من الملك والملكة، وكان ما رآه هو أن الملك يقف أمامه بكامل صحته ولياقته.
أبي، أنت تبدو بصحة جيدة للغاية، كيف حدث ذلك؟ هناك عشب شاف ساعد أباك على الشفاء يا بني، دعني أتذكر اسمه، نعم، روبانزل. روبانزل؟ بدأ الأمير يحكي كل ما حدث له، ثم أخبره الملك بأن هناك رجل وزوجته قد منحاه العشب، وأخبره عن الساحرة شريرة القلب والأذى الذي سببته لذلك الرجل وزوجته بأن سلبتهما ابنتهما يوم ولادتها. فقام الأمير ومعه روبانزل بالتوجه لمنزل الرجل وزوجته، وبمجرد أن رأت الزوجة الفتاة ذات الشعر الذهبي عرفت على الفور أنها ابنتها روبانزل التي سلبت منها. ابنتي أخيراً عثرت عليك. بعد سماعها القصة الحقيقية من بدايتها وجدت روبانزل نفسها بين عائلتها مجدداً. بعد ذلك تزوجت روبانزل من الأمير وعاش في سعادة أبدية. إذن ماذا حدث للساحرة العالقة في البرج؟ لقد قبض الملك على تلك الساحرة وحبسها في البرج ووضع حراساً أسفل البرج لكي لا تهرب، وهكذا اختفى مع الساحرة كل سحرها، وكذلك اختفت أعمق أسرارها.